أشهد أن علي في مثل هذه الليلة المباركة، ليلة القدر الثانية، رحل الإمام عن هذه الحياة. كان مع أهله، نظر في وجوههم، قال: الله الله، خليفتي عليكم. ثم تشهد الشهادتين، ثم نظر إلى زاوية الغرفة وقال: وعليكم السلام يا ملائكة ربي. كانوا ملائكة الرحمة وجاءت لقبض روح الإمام. ثم قال لمن حوله: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم رحل عن هذه الحياة. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين، ورفع الله قدرك يا سيدي ومولاي، وحشرنا معك وفي درجتك في الجنة. علي المرتضى قد غاب يا دنيا، فقومي وارتدي للموت أكفاً.